اهلا وسهلا متابعي قناه جوك تي في، مرحبا بكم على مدى البث المباشر من محبتي الان دخول جبل الاسود لارضيه ابان المبشر لخوض التدريبات قبل انطلاق مقابله المغرب الفاسي مع فريق شباب رياضي اسول لداخلين بالاقمصه الصفراء ايضا و تتابعوا معنا الان دخلوا الارضيه ملعب البشير المحمديه لخوض التسخينات قبل انطلاق المقابله اللي غادي تنطلق بعد نصف ساعه و20 دقيقه. كيف كتابوا معنا متابعي قناه شوف تي في، تشكيله رسميه لفريق شباب رياضي السوالم: هشام العلوش كحارس مرمى دخل رسمي في هذه المقابله كيف كتابه معنا متابعي قناه شوف تي في، يوسف ليموري رسمي ايضا، معاد بحسين كابتن الفريق ايضا هو رسمي، ومحمد الخلوي ايضا رسمي في هذه المقابله، بالاضافه بالعدد واحد حسي وجاد اصواب وحسام رحيمي ايضا رسمي، بالاضافه لاشرف حميدو وعمر بوطيه وهيثم البهشه، بالاضافه لعدنان بنت كانا ومحسن الربيبي دخل رسمي في هذا المقابله. هذه التشكيله الرسميه اللي دخل بها المدرب بن شريفه لمواجهه فريق السوالم. كتبوا معنا متابعي قناه شوف تي في على الجهه اليمنى تسخينات فريق المغرب الفاسي، في الجهه اليسرى تسخينات فريق السوالم لمقابله فريق المغرب الفاسي ضمن الجوله 20 من البطوله الاحترافيه. كتبوا معنا نتائج سلبيه حصل عليها فريق المغرب الفاسي في اخر المقابلات. المغرب الفاسي يدخل بمعنويات شباب رياضي السوالم يدخل بمعنويات مرتفعه بعد الفوز على فريق الوداد الرياضي في الجوله بثلاث اهداف لهدف بقياده المدرب بن شريفه، مدرب اللي كان مع فوزي البنزرتي كمساعد له في الوداد. الان محمد بن شريفه يتفوق على متابعي قناه شوف تي في تسخينات لاعبي شباب الرياضي السوالم في هذه الاثناء قبل انطلاق الفريقين. تحيه لك سفيان ومهدي، بطبيعه الحال غادي نصوروا لكم الجمهور اكيد بطبيعه الحال، الان خاص فقط بتدريب الوداد الرياضي اكيد غادي نصوروا لكم الجماهير بطبيعه الحال، جماهير اللي مزينه مدرجات ملعب البشير وهي جماهير الماس بطبيعه الحال من الان لتقديم معنويات مرتفعه للاعبي فريق المغرب الفاسي رغم المشاكل الفريق بطبيعه الحال جاو رغم اعلى السفر ورغم طول المسافه جاو باش يساندوا فريق المغرب الفاسي امام الرياضي السوالم بطبيعه الحال. كتبوا معنا متابعي قناه شوف تي في في هذه الاثناء تسخينات لاعبي السوالم قبل انطلاق مقابله الجولة 20 البطولة الاحترافية وتضم كل من شباب رياضي السوالم والمغرب الفاسي. محمد كيسوش كان جماهير قليلة من المغرب الفاسي جاءت لتساند الفريق لتحقيق نتائج إيجابية رغم الأزمة التي يعيشها الفريق ورغم عدم تدريب اللاعبين المغرب الفاسي، لأن الجمهور بطبيعة الحال حاضر من فاس جاء للمحمدية لتشجيع فريق الفاسي أمام فريق شباب رياضي السوالم. شباب رياضي السوالم اللي ايضا هو كيعاني على مستوى اسفل الترتيب الى انه حقق نتيجه جيد ايجابيه امام الوداد الرياضي في اخر مقابله واللي هي جوله 19 وفاز عليه بثلاثه اهداف. اذا متابعي قناه شوف تي في كيف كتابعوا معنا تحت طلبكم محمد مهدي وليد ايضا اكيد غادي نرصدوا لكم اجواء الجماهير بطبيعة الحال اللي باقا حد الان تتوافد على ملعب البشير لمساندة الفريق الاصفر لمساندة الماس لمساندة فريق المغرب الفاسي رغم السفر
جاءت للمحمدية معناء ديال تشجيع الفريق وتحقيق نتيجة إيجابية. إذن متابعي قناة فان لتتبعكم هذا البث المباشر، وصلنا لنهاية البث إلى اللقاء.